اهلا بيكم زوار في الجولد دوت كوم. خساره غريبه وغير متوقعه للزمالك من طلائع الجيش 3-2، علشان طلائع الجيش يحقق فوزه الاول في الدوري الموسم ده، والزمالك الطيب بيواصل هداياه مع فرق الدوري زي ما تعادل مع نادي مصر في اول تعادل لنادي مصر في تاريخه في مشاركته الاولى في الدوري الممتاز، وزي ما اهدى انبي الفوز الاول ليه في الدوري الموسم ده، النهارده بيهدي طلائع الجيش الفوز الاول ليه في الدوري. هيكون معاكم امير عبد الحليم ورامي جمال علشان نتكلم عن خساره الزمالك اللي كانت مفاجاه لينا كلنا، سواء كنا بنشجع الزمالك او ما بنشجعش الزمالك. رامي، خلينا اسالك، شفت ازاي خساره الزمالك؟ ايه اسبابها؟ واهم حاجه، هل انت اصلا كنت متوقع المعاناه اللي شافها الزمالك ضد الجيش؟ لا، قبل الماتش اكيد يا امير ما كانش متوقع ان ده يبقى حاصل تماما. اللعيبه مستسلمه بشكل غريب، كارتيرون كان غريب، يعني ما فيش حد كان بيقاتل. يمكن اشرف بن شرقي لعب شويه الشوط الاول، مصطفى محمد كان بيقاتل على الكوره او اتنين، يعني هو الجون التاني تسبب فيه، الجون الاولاني جابه، لكن غير كده ما فيش حاجه. ما كانش في رد فعل بعد ضربه الجزاء اللي ضاعت، ما كانش في رد فعل. يعني مثلا لما كريم بامبو جاب الجون الثاني وجاب جون اوف سايد، بعدها توقعت بقى ان الزمالك هيضغط، لا ما فيش، طلع الجيش كان هو اللي بيضغط. 7 دقايق وقت بدل ضايع، طلع الجيش هو اللي بيضغط برده. في استسلام، حاله من الاستسلام غريبه جدا. اللعيبه ما كانتش في الملعب، عارف، تحس ان زي ما بنقول رجليها فيها رمل او حاجه، رجليهم تقيله، ما بيجروش، الدفاع مفتوح بشكل غريب. لعيبه طلائع الجيش بتروح عند منطقه جزاء الزمالك. ده بيحصل بعد ما الزمالك ما كسب بيراميدز. يعني خليني كده اقول لك ان لو هنتكلم عن اداء الزمالك فنيا، فالزمالك فنيا ضد بيراميدز ظهر باداء ممتاز. بالظبط، كسب 2-0، منافس قوي وصعب، خلى بيراميدز نفسه ما ظهرش بشكل كويس تماما. بالظبط، يعني بالظبط، الزمالك كان هو المسيطر على كل احداث الماتش، كان ممكن يكسب 3-4 كمان. ليه نفس الزمالك ده بعدها بايام بيخسر من طلائع الجيش اللي اصلا ما حققش اي فوز في الدوري الموسم ده، وبيمر بظروف صعبه جدا؟ ليه الخساره غريبه؟ اي بص، خد بالك خد بالك، يعني احنا بنقول خساره 3، كان ممكن 4 و5 و6. بالظبط، يعني طلائع الجيش لو كان عاصم صلاح جاب ضربه الجزاء بافتراض، فاحنا كنا بنتكلم دلوقتي في ماتش في 4-2، نتيجه كبيره. يعني ان طلائع الجيش ما جابش في الموسم كله، اعتقد يعني في من اول الدوري ما جابش غير اربع اهداف، والنهارده منهم جايب 3، فاهم؟ الموضوع غريب. دفاع الزمالك كان مفتوح بشكل غريب. بص، مش عارف، هل دي مثلا حاجه ليها علاقه بازمه المستحقات مثلا؟ هل دي حاجه ليها علاقه بره الملعب في مشاكل؟ يعني ازمه المستحقات هم اتوعدوا، انا عارف، هو المفترض كمان ان الزمالك حصل على جزء من مستحقاته من 4 ديسمبر. بالظبط، كان في مفترض دفعه تانية، لسه مش عارفين ميعاد الدفعه التانية ده امتى بالظبط يعني. بس اكيد، بص يعني، خلاني اتكلم برضو بعقلانيه شويه. يعني الزمالك مع ميتش ابتدى بشكل كويس جدا في الكاس، ويعني للصدف ان اخر ماتش حلو لعبه الزمالك مع ميتشو كان ضد بيراميدز. بعد كده الامور زادت صعوبه مع ميتشو لحد ما مشي، وجي كارترون اللي ظهر بشكل كويس ضد بريميرو دو اجوستو، بعد كده بيكسب برضه بيراميدز. بس بعد بيراميدز الزمالك بيحصل له حاجه غريبه جدا، كان في تعويذه تخص بيراميدز. بس خلونا نقول ان ده يخلي الناس تسال، هل ممكن يكون المستحقات سبب ده، او ان اللعيبه ممكن تكون متواطئة؟ كلمة متواطئة دي كلمة تقيلة، بس هل مثلا اللعيبة مش بتلعب بمزاج حلو؟ خلينا نقولها كده، ان اللعيبة مش بتلعب بمزاج حلو بسبب المستحقات. اعتقد ان مش ده اللي ممكن يخلي لعيبة نادي كبير زي الزمالك تقع بالشكل ده. يعني حتى لو كان في مستحقات متأخرة، احنا بنتكلم عن نادي الزمالك الاسم الكبير. وقبل ما نتكلم عن نادي الزمالك، انت كلاعب فين حفاظك على اسمك؟ فين حفاظك على ادائك ومستواك لما تخسر بالشكل ده قدام متزيل الدوري المصري؟ دي نقطه. طيب النقطه الثانيه كمان، هل اصلا المستحقات ممكن يعني توصل لاعب ان هو يخسر فرقته؟ يعني بحس ان الموضوع دي صعبه قوي يا امير. يعني بالظبط، يعني احس انها مش حاجه مش مقبوله. ولا بالظبط، اكيد. وفي نفس الوقت خلينا نتكلم معاك، يعني طب هل المستحقات هتخلي مثلا محمد عواد يغلط في اول دقيقتين مرتين؟ اكيد لا. يعني حارس لا، بس عواد بصراحه يا جماعه، دي يعني مشكله. عواد متهور جدا في خروجه، بيخرج جدا من مرماه بشكل دايما بيبقى فيه نوع من انواع التهور، ومش محتاج. يعني بعيدا حتى كمان عن الغلطه الاولانيه اللي كان هيبقى اسرع جول في الدوري بعد 10 ثواني، وبعيدا عن الجول الثاني اللي هو فعليا محمد عواد هو السبب فيه. محمد عواد خرج في كذا كوره برضو، بس كان ربنا بيسترها. انا عايز اقول لك ان طلائع الجيش النهارده كريم طارق الحقيقه عمل ماتش ممتاز، لكن برضو كان يقدر ان هو يسجل. احمد سمير عمل ماتش ممتاز كمان، كان يقدر ان هو يسجل. ناصر منسي كان ممكن يسجل اكتر. محمد شحاته ظهر بشكل كويس جدا برضو،
وسجل يعني الهدف الاول ليه في الزمالك. لكن في النهايه دفاع الزمالك النهارده الحقيقه كان غريب جدا. محمد عبد السلام تحديدا انا عايز اخده كمثال. ليه؟ لان السنه اللي فاتت محمد عبد السلام جمهور الزمالك كان شايفه مدافع واعد جدا بيقدر ان هو يلعب في قلب الدفاع وبيقدر ان هو يلعب كباك يمين بنفس الكفاءه وظاهر باداء ممتاز خلى جمهور الزمالك يحس ان هو صفقه كويسه رغم ان هو ما كانش جاي من نادي كبير. بس الحقيقه ان ظهوره ده كان مع كريستيان جروس. يعني ده النهارده الاداء اللي بنشوفه من محمد عبد السلام يخلينا نفهم يعني ايه مدرب. التقليل من المدرب في المطلق كده دي حاجه بصراحه يعني تستحق عليها الفشل من الاخر. ان انت تقلل من قيمه مدربك والانجاز اللي بيحققه مدربك ده كده اسلوب تستحق عليه الفشل. لان المدرب مش بس بيحط 11 لعيب في الملعب وبيقول لهم انزلوا العبوا. في ناس بتبقى فاكره ان المدرب بيختار تشكيله بس، المدرب بيطور، المدرب بيشوف في لاعب مميزات مختلفه عن لاعب تاني، بيحاول ان هو يفاضل ما بين اللعيبه في المراكز دي. عبد الله جمعه على سبيل المثال ما كانش باك شمال قبل كريستيان جروس، محمد عبد السلام كان باك يمين ممتاز مع كريستيان جروس. كتير من ما فرجاني ساسي لحد دلوقتي ما ظهرش بشكل كويس زي ما شفناه في الموسم اللي فات، كان في بعض المباريات بيظهر بيه اداء كويس، لكن مع فرجاني ساسي كاداء عام النهارده كانش كويس. طبعا حتى ده يا امير يرجعنا موضوع المدرب، الناس اللي بتقلل من قيمه المدرب. زمالك فيريرا مثلا اللي خد الدوري والكاس والثنائيه ودوري لاول مره من زمن كبير جدا، زمالك فيريرا كان قوي جدا، ما كانش احسن سكواد مثلا، ممكن السكواد بتاع دلوقتي اتقل، لكن كان في مدرب من بره عارف بيدير الدنيا ازاي، بيمشي الدنيا ازاي. وجي ساعتها لو نفتكر في توقف بعد اللي حصل في الدفاع الجوي، توقف للدوري لا ورجع وخلى الزمالك ليه شكله فريق قوي جدا. ويعني في الكونفدراليه كان منافس قوي حتى بعد الخساره الكبيره من النجم الساحلي، رجع وكان ممكن يكسب وكل حاجه اتغيرت. النهارده بعد كده الزمالك جه في سلسله من المدربين محترمينهم في اللي ما كانش على قدر الزمالك فالزمالك وقع، بعدين جه بعد كده جروس رجع الزمالك فريق قوي جدا. فلا اكيد طبعا انا بشوف المدرب واحد يعني 60 او 70% من الفريق، من اي فريق لازم يكون مدرب هو اللي بيقدر يحاول اللعيبه بشكل كويس للمراكز زي ما شفنا جروس مع عبد الله جمعه، هو اللي بيقدر يبتكر حلول، هو اللي بيقدر يقوي اللعيبه دي لو اللعيب ناقص في حاجه يطوره. انما النهارده كان في استسلام غريب، حسيت ان الجهاز الفني للزمالك مستسلم برضو للنتيجه، كانه عارف انه مفيش فايده. تمام ده كان حاجه غريبه جدا. طبعا مع عدم اغفال زي ما الناس تقول ان الكلام عن لعيب طلع الجيش، واحنا انت قلت من شويه كمان وانا اتكلمت معاك لعيب طلع الجيش عملت ماتش هايل النهارده، لكن الزمالك كان غايب تماما. خليني بقى اسالك على حاجه، طيب انت شايف الزمالك محتاج ممكن كده دعم في يناير؟ يعني هي مشكله الزمالك مش فكره دعم في يناير، هو كل كده الزمالك اصلا يحق له استبدال واحد بس في يناير، يعني هي صفقه واحده بس اللي هيعملها الزمالك. بس هل الزمالك اصلا يقدر ان هو حتى يدعم فريقه بصفقه كبيره وهو اللعيبه عندها مشكله مع المستحقات؟ انا ما اعتقدش. انا اصلا بشوف ان سكواد الزمالك سكواد كويس، يعني الزمالك عنده لعيبه كويسين، ولو حتى الزمالك كان عنده حاجات ناقصه فالحاجات الناقصه دي مش تخليه يخسر من طلاع الجيش، مش تخليه يخسر من انبي، مش تخليه يتعادل مع نادي مصر. يعني الحقيقه دول يعني 8 نقط الزمالك اهدرهم بشكل يعني غريب جدا في بدايه الدوري، بشكل يخليك تقول هل الزمالك اصلا رجع لايام 2005 2006 لما كان بيغير 4 و5 و6 مدربين في الموسم، لما كان لعيبه بتهرب من الفريق، لما كان اللعيبه بتمتنع عن التدريب علشان المستحقات، فممكن تلاقيه عادي بينزل يخسر من حرس الحدود 5-0 وعادي بيخسر من الرجاء في البطوله العربيه بعد ما يكون اصلا كسبان في المغرب 2-0. يعني الظروف اللي عاشها الزمالك في الفتره دي كانت ظروف يمكن بقاله فتره نسيها شويه. يعني حتى كمان الزمالك وهو ما بيكسبش الدوري بس في بطوله كاس بيكسبها، في كونفدراليه بيكسبها، لكن الحقيقه ان الزمالك الموسم ده من غير مبشر تماما، واحنا لسه بنتكلم ان الجوله الثامنه والزمالك خسر 8 نقط، يبقى الزمالك بشكل كبير خسر المنافسه على الدوري وبدري جدا، لان المنافسه حتى دلوقتي مع الاهلي مش من بيراميدز، يعني المنافسه على الاهلي دلوقتي من الاتحاد السكندري، حتى المقاولين العرب النهارده خسر. يعني احنا فاهمين كويس جدا ان المنافسه دايما بتكون بين الاهلي والزمالك، الفرق الثانيه نفسها مش طويل وامكانياتها مش زي الاهلي والزمالك. طب كارتيروني امير انت ايه رايك؟ يعني الناس كانت في اللايف اللي فات كنت اعتقد مع زميلنا اسلام
اسلام احمد كان الناس تقول كارتيرون هيبقى الاهلي والزمالك وراجل عنده خبره بالكره المصريه، شفناه مع الاهلي يعني في دوري ابطال افريقيا بعيدا عن الهزيمه في النهائي من الترجي، الراجل قدر ينتشر الفريق من انه جاي بعد جولتين بيعاني وكان مرشح للخروج مبكر من دور المجموعات، خد 9 نقط وتاهل، او لو انا متذكر صح 9 هيالي وتاهل ووصل النهائي بسكواد باعتراف الكل ما كانش احسن تشكيل للاهلي. الناحيه الثانيه في الدوري كان بيعاني مع وادي دجله، عمل مجهود عظيم وكان ممكن ينافس انه يوصل الكونفدراليه، دلوقتي اللي ده تاني ماتش ليه في الدوري، مكسب واحد قدام بيراميدز وهزيمه تانية قدام طلع الجيش بشكل غريب. فكره كارتيرون هيقدر يغير شكل الفريق يعني؟ ما هو بص، هو انا عارف ان في مشكله في الزمن، في حاجه اسمها صحوه البدايات. ما انا عارف تمام، يعني دايما الحكم على اي مدرب جديد بيكون بعد 4 أو 5 ماتشات. يعني هدي لك مثال، جوزيه مورينيو مع توتنهام تمام، دلوقتي هو كسب 4 ماتشات من اول 5 ماتشات بالزبط. يعني مفترض ان هي بدايه ممتازه، ورغم كده هناك في انجلترا بيقولوا ان لا، الحكم على مورينيو مش دلوقتي، دي اسمها صحوه البدايات. لان توتنهام كان قبل مورينيو كان يعني مع بوكتينيو كان ابتدى الفريق رتمه يقع. فاحنا بنتكلم دلوقتي عن 4 انتصارات في اول 5 ماتشات. النهارده كارتيرون كسب بريميرو دو اغوستو وكسب بيراميدز في الدوري، في ماتش في الكاس كمان بالظبط، وطبعا ماتش الكاس، بس ماتش الكاس ده كان قبل ماتش الشرقيه، ده كان قبل يعني بعد ما وصل ب 24 ساعه بالزبط. اكيد مش هنحاسبه عليه، بس يعني الناس ابتدت ان هي تقول هل كارتيرون تاثيره واضح مع الفريق؟ يعني انا مش شايف قوي، يعني ممكن يكون تاثيره في تغيير مراكز زي مثلا، يعني انا عاجبني جدا فكره ان بن شرقي بيشارك مصطفى محمد في الهجوم، لان بن شرقي وهو صانع العاب وهو جناح كان بيقل كتير جدا من خطورته، لكن وهو بيشارك مصطفى محمد في الهجوم الاثنين بيساعدوا بعض بشكل كبير جدا. لكن هل كارتيرون من المفترض ان هو يصلح؟ طب هو يعني بيصلح ايه بالظبط؟ يعني النهارده الزمالك بيلعب كرات طوليه وهو ده نفس الاسلوب اللي كان بيعتمد عليه كارتيرون مع الاهلي وكان بيقابله انتقادات، لكن لما لعب مع الزمالك اول ماتشين كرات قصيره على ارض الملعب الناس كلها قالت لك يبقى كارتيرون كان مظلوم مع الاهلي، ان قيمته مع الاهلي ما كانتش بتساعده غير ان هو يلعب كرات طوليه على كوليبالي، على راس كوليبالي وعلى راس ازارو، لكن مع الزمالك وهو عنده سكواد في بقى لعيبه كوره زي فرجاني ساسي وزي ناجم وزي بن شرقي، الناس كلها تخيلت ان كده يبقى كارتيرون كان مظلوم وان هو عنده مرونه خططيه. النهارده كارتيرون بيلعب كرات طوليه، يبقى كارتيرون اصلا هل هو حط ايده على الفرقه وهل هو ابتدى شغله فعلا يبان؟ لا انا ما اعتقدش، اكيد لسه في فتره تمام. طيب الفتره دي الزمالك هيخسر فيها كام نقطه؟ هو ده السؤال. انت النهارده مش بتخسر من الاسماعيلي او من المصري او من بيراميدز او من الاهلي، انت النهارده بتخسر من متزيل الدوري، وخد بالك ان الزمالك لحد دلوقتي خسر من 2 متزيلين للدوري بالظبط، انبي وخلاه يصعد، والنهارده طلائع الجيش وخلاه يصعد، وقبلهم كان نادي مصر اللي اتعادل معاه اداله نقطه اول جول في الدوري بالظبط. يعني زي لو تفتكر السنه اللي فاتت على سبيل المثال كان اول فوز للنجوم في الدوري بالظبط، بس السنه اللي فاتت كان الوضع مختلف. السنه اللي فاتت كان لسه البدايه، كان كريستيان جروس الناس كلها كانت عندها ثقه فيه، وكان خلاص الراجل انا جاي اقعد موسم كامل مش هاجي امشي في نهايه يعني في نص عادي او هتغير بعد ماتشين ثلاثه، فكان في نوع من انواع التقبل، لان الناس تعرف بيبقى المدرب بيبقى ليه مخزون كده من تقبل الناس ليه، اول ما المخزون ده يقل حتى لو بيحقق الانتصارات باداء وحش الناس هتبقى خلاص مش طايقاه. كريستيان جروس كان عنده مخزون كبير، مهما كان عمل جمهور الزمالك كان هيتقبل منه، لان جمهور الزمالك معاش اللي عاشه مع جروس من ايام فيريرا. فلكن دلوقتي الوضع مع كارتيرون لا، يعني لسه هو ما قدمش السبت عشان يلاقي الحد من جمهور الزمالك، لسه جمهور الزمالك ما عندوش يعني مخزون ثقه في كارتيرون. والنهارده كمان الاداء من اللاعبين بعد الماتشين اللي ضد بريميرو دو اغوستو وبيراميدز هيخلي جمهور الزمالك يقلب بشكل كبير على اللاعبين. خلينا بقى اسالك انت السؤال الجاي ده، ماشي، الزمالك هل يقدر ان هو يرجع في سباق الدوري؟ بص، في مشكله بشوفها في الدوري بتاعنا عامه، الدوري المصري، انك لما بتفرق بعدد معين من النقط الرجوع بيكون صعب جدا. الزمالك يقدر يرجع في حاله واحده، ان اللعيبه تقاتل بشكل اكبر، ما تديش فرصه للخصم ان هو يضغطك بدري. يعني ميزه هنا في الدوري لو الاهلي والزمالك سجلوا بدري جول الماتش بيكون نسبه 80-90% بتاعهم مظبوط، انما لا، النهارده انت اديت فرصه لطلاع الجيش ان هو يضغطك، انت حتى حسسته انك مستسلم من بعد الجون الثاني، حسسته انك مش موجود، فهم اللعيبه بتاعه طلع الجيش بدات تطمع. يعني انا في اوقات كنت بحس ان لعيبه طلع الجيش لما بتوصل لمنطقه جزاء محمد عواد مش مصدقه بالظبط، مش مصدقه. ف
هل يقدر؟ يقدر بشرط طبعا ان هو لازم يكسب الماتشات الجايه، لازم يكسب الاهلي في شهر يناير لو القمه هتلعب في يناير زي ما قال اتحاد الكوره، فلازم يكسب الاهلي فبراير مش او فبراير، لازم يكسب الاهلي، لازم ان يتمنى ان الاهلي يعني يجي له هديه من اي من منافسين الدوري، وان الاهلي يتعثر على الاقل عشان ما يبقاش داخل القمه مضغوط بشكل كبير، او على الاقل يبقى في قرب في النقط او متعادلين. انما لو لو يعني قلنا ان الزمالك تعثر ماتش او ماتشين كمان قبل القمه، اعتقد ان الدوري بشكل كبير هيكون بعيد عن الزمالك السنه دي، يعني مش هقول لك حسم للاهلي، بعيد عن الزمالك خلاص هيبقى صعب جدا ان هو يحصل حاجه، هيبقى بيلعب فعليا على المركز الثاني عشان يلعب دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. طيب ما تيجي بقى نقرا اسئله الناس. طيب. يعني هنستقبل يا جماعه دلوقتي كومنتاتكم اسئلتكم، طبعا هنجاوب على اللي يخص الزمالك بس عشان شايف حفلات في الكومنتات، وفي حد كان بيسال ليه انتوا ماسكين الموبايل كاسكين موبايل عشان نشوف الكومنتات. فنستنى نشوف دلوقتي الكومنتات اسئله ليها علاقه بالماتش، ليها علاقه بنادي الزمالك، مش تحفيل. التحفيل ده مفهوم طبعا، الاهلي لما يخسر جمهور الزمالك بيدخل يحفل، والزمالك لما بيخسر جمهور الاهلي يعني بيحفل، بس احنا مش هينفع نشارك في الحفل ده يا جماعه، احنا اسفين. فلو في اسئله او في تعليقات ينفع ان احنا نجاوب عليها اكيد طبعا هنقولها. خليني في ايمن زياده بيقول، يعني بيقول حرام اللي بيحصل مع جمهور الزمالك، السبب الاساسي في اللي بيحصل عدم الاستقرار، ازاي تغير مدرب في وسط الموسم، ما اخترته ازاي من الاول؟ طبعا قصده على ميتشو، وده برده امير يعني خليني اقول لك ونرجع على طول سريعا للكومنتات، كان عندك فتره توقف عشان كاس الامم اللي هي تحت 23 سنه، وفضلت مستقر على ميتشو، وفي الاخر بعد ما الدوري رجع قررت تمشي ميتشو. طب ما كنت تمشيه من الاول من قبل الشهر ده، يعني طالما مشيته في الاخر خلاص كنت مشيه من الاول واستفيد بالشهر ده. طب على هل اصلا ميتشو كان المفروض يمشي من الزمالك؟ يعني هل ميتشو اللي كان بيخسر مع الزمالك في اخر ماتشاته مش هو ميتشو اللي كسب الاتحاد والمقصة وبيراميدز في الكاس باداء كان رائع جدا وكان عاجب الناس كلها؟ الحقيقه ان انا شخصيا مش شايف ان كان مفروض ميتشو يمشي، لان مش ميتشو المشكله. يعني انت دلوقتي لما تيجي تغير ميتشو اللي اتكلم عن ان اللعيبه ما كانت واخده وعود وما خدتش مستحقاتها وي ويطلع كلامه صح في النهايه، يعني كلامه صح في النهايه لان فعلا اللعيبه النقاز على سبيل المثال فسخ عقده واللعيبه خدت فعلا دفعه من مساعده، تبقى كده ميتشو ما كانش كذاب. طب ليه ما حلتش المشكله وخليت ميتشو يكمل؟ ما هو ميتشو كده ولا كده، هو شغال مع الفرقه دي وعارف عيوبها وعارف مميزاتها، يعني كان ميتشو مفترض يكمل. لكن الحقيقه انا كمان بصراحه مش مقتنع بفكره المدرب اللي يجي يشتغل مع جهاز فني بالكامل من مصر بصراحه. يعني عشان اكون صريح معاكم، كارتيرو ممكن يكون مدرب كويس وحقق نجاحات مع مازيمبي وكسب دوري الابطال وجي مع وادي دجله عمل اداء كويس ووصل مع نهائي دوري ابطال افريقيا مع الاهلي، لكن فكره ان هو بيشتغل مع جهاز فني بالكامل مصري مش قابلها شويه. خلينا نرجع للكومنتات بقى. محمد فتحي بيقول مشكله الزمالك اختيار اللعيبه وبعدين يجيبوا المدرب ودي النتيجه. ايمن احمد بيقول خساره من اجل المستحقات. بس ثواني بس، ايه 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 بقى فكره اختيار اللعيبه؟ احنا دلوقتي بنتكلم تشكيل الزمالك في محمد عواد حارس دولي، محمد عبد السلام فايز مع منتخب مصر الاولمبي بكاس امم افريقيا، محمود علاء مدافع دولي وهداف للدوري، جنبه محمد عبد الغني من افضل مدافعي الدوري المصري، محمد عبد الشافي بتاريخه الكبير، طارق حامد ديفندر هايل، فرجاني ساسي لاعب عظيم جدا مع منتخب تونس، ونجم وبن شرقي صفقتين من المغرب ممتازين جدا وفازوا مع الوداد بدوري ابطال افريقيا، مصطفى محمد يعني هدر عظيم وفاز وهداف كاس امم افريقيا اللي تحت 23 سنه، اوباما صانع العاب ممتاز. فمين الاختيار اللاعبين السيء؟ يعني لا طبعا لا، هو مشكله الزمالك مش سكواد دلوقتي، مشكله الزمالك بيتكلم انه تكون سكواد، بيتكلم انه قصده كمان انك الاداره او الزمالك بيجيب لعيبه بعدين يجيب مدرب يقول له درب دول، مش بيديله فرصه ان هو يختار قائمته، مش بيديله فرصه ان هو يختار اللعيبه اللي هتناسب طريقته. انت عارف يعني مش كل المدربين بتعرف يقلموا نفسه على اللعيبه اللي موجوده، ممكن في مدربين عايز لعيبه بمواصفات معينه عشان تطبق طريقته هو. هل كارتيرون مثلا هيعرف يتكيف مع سكواد الزمالك؟ انا عارف ان اللعيبه ثقيله، السكواد كويس جدا بالنسبه لي، بس هيعرف امتى اخر مره مدرب للزمالك اختار قائمه الفريق؟ مش عارف، مش فاكر فعلا والله، مفيش. يعني ما اعتقدش حتى الزمالك اللي فاز بالدوري موسم 2014 2015 ما كانش فريرا اللي مختار قائمه الفريق. فريرا جه في النص في الموسم في يناير تقريبا، فريرا اختار كهربا بس،
وكهربا كان سبب رحيل فيريرا لو تفتكروا لما ضيع ضربة جزاء في ماتش السوبر وخرج بعدها رئيس نادي الزمالك وشتمه. يعني كهربا كان سبب رحيل فيريرا. ف يعني بعيدا بقى عن كهربا، هو فيريرا هل اختار القايمه اللي كسب بيها الزمالك دوري 2014 2015؟ لا. طب هل حسام حسن اللي اختارها بما انه هو اللي بدا الموسم؟ لا. طب باتشيكو؟ لا. بعد كده جه فيريرا، بعد كده فيريرا مشي. بيبقى في مرحله بقى انتقاليه كده اللي هي ما بين الموسم والتاني، هي دي الفتره اللي بيشتري فيها الزمالك لاعبين، بعد كده يجي يبتدي المدرب مع القايمه الموجوده. ففكره بصراحه ان حد يقول ان هي اصلا مشكله في القايمه لا يعني. طيب خلي في احمد سيد بيسالك ليه الزمالك بيلعب بطريقه عشوائيه مع كارتيرون بتشبه اللي كان كارتيرون بيعمله مع الاهلي؟ ليه اصلا كارتيرون تم اختياره؟ لان ده اسلوب كارتيرون اصلا. يعني هو الراجل مع الاهلي، انا برايي الشخصي، يعني وممكن يكون غلط، كارتيرون كان فترته مع الاهلي سيئه جدا. بعيدا عن فكره الوصول لنهائي دوري ابطال افريقيا، ان انت النادي الاهلي يبقى كسبان على ملعبه في ذهاب النهائي 3-1 يروح رادس يخسر 3-0 وما يشوطش كوره واحده بين الثلاث خشبات، مشكله مدرب طبعا. هو بيسال يعني برضو ليه اصلا تم اختيار كارتيرون للزمالك؟ ما هي علشان مدرب اجنبي وهيجي يشتغل مع جهاز مصري. تمام. طيب في محمد عبد الرحمن بيسالك ايه رايك في كارتيرون؟ احنا قلنا راي، بيقول لك طب هيوصل مع الزمالك لفين؟ يعني هيوصل مع الزمالك لفين؟ ده زي ما شرحت كام من شويه، مخزون الرضا. في دلوقتي مخزون رضا لكارتيرون عند جمهور الزمالك وعند رئيس نادي الزمالك. اول ما المخزون ده ما يبتدي يقل 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 هتلاقي على طول كارتيرون خد استماره ست. طيب عرفات ابراهيم باعت، عشان لازم نرد عليه، بعت السؤال كذا مره، الزمالك محتاج ايه يا كابتن؟ رد انت بقى عليه يا رامي. الزمالك محتاج استقرار بس، يعني هي الحل معروف لكل الناس، استقرار، ما حدش يتدخل في شغل المدرب، المدرب واللعيبه يشتغل مع بعض كويس عشان يقدر يطبق فكره. لو طلب لعيبه معينه، بعيدا يعني عن ان السنه دي زي ما احنا قلنا الزمالك عنده استبدال لاعب واحد بس في يناير، لكن يختار لعيبته، انا بحب الموضوع ده جدا وبالنسبه لي مهم جدا، يختار لعيبته، يبقى معاه فتره اعداد ياخدها بشكل كامل، يكمل الموسم، يبقى عنده ضمان انه هيكمل الموسم. يعني خليني اقول لك حاجه، ماكلش مدرب الزمالك السابق كان ليه تصريح من الاسبوع اللي فات، كان بيتكلم ان هو لما كان جاي يتعاقد مع الزمالك كانت الناس بتحذره، فدي مشكله في الزمالك، وقال لا انا جيت وكل الناس طمنتني ووكيل اللاعبين طمني ان الدنيا هتبقى تمام ومش عارف ايه، جه وقال لكن اللي حصل بعد كده كان صعب ما قدرتش فمشي. فمعنى كده ان كل مدرب بيجي الزمالك بيواجه صعوبه، بيواجه صعوبه في شغله، بيواجه صعوبه في اختياراته سواء مقتنع بيها او لا، ممكن يكون بيجرب. يعني امبارح شفنا مثلا فايلر كان بيجرب، كان ممكن الماتش يفلت من الاهلي، نجح في الاخر بس بيجرب، هو المسؤول في الاخر الموسم في حساب هيحصل. نجحت ماشي، ممكن تكمل، ما نجحتش لا شكرا. مدرب طب كارتيرون ايه الهدف اصلا الموضوع ليه مع الزمالك؟ هل الدوري؟ هل الكاس؟ هل دوري ابطال افريقيا؟ ايه الهدف اصلا؟ ولا انت جاي بعد ميتشو عشان ايه؟ فممكن يكون هو ما تحددش مع حاجه، فدي دي مشكله. الزمالك محتاج استقرار، اعتقد ده مش جديد الكلام، يعني هو استقرار والمدرب يشتغل مع اللعيبه لوحده. مصطفى الجوهري بيسال هل جروس كان افضل مدرب جه الزمالك؟ اعتقد اكتر جوزفالدو فيريرا. انا مقتنع بفيريرا اكتر معاك، انا معاك فعلا. محمد نور بيسالك هل كهربا اثر في اداء الزمالك؟ بص يا محمد، يعني بعيدا عن اسئله بقى قصف الجبهه وكده، سواء كهربا ما بداش الموسم مع الزمالك، يعني الزمالك فاز بالكاس مصر من غير كهربا وبدا الدوري من غير كهربا، فا اكيد كهربا مؤثر لو غاب عن الزمالك او لو غاب عن منتخب. يعني هو لاعب مؤثر اكيد لانه هو لاعب مميز جدا، لكن هل هو النهارده ساب خساره الزمالك؟ لا. يعني ما احنا سالناش السؤال ده ضد انبي وفي التعادل مع نادي مصر وفي الخساره من مازيمبي، يعني اكيد مش النهارده. هي بس واخد معاك حاجه قبل ما تكمل يا امير الكومنتات، في المنسي ابو ادم بيقول انتوا خايفين تجيبوا سيره المستحقات، خليكم الناس جريئه. لا ما تفرجش من الاول. انا عايز اقول انتوا ما تفرجش من الاول، والله اتكلمنا عن المستحقات ما لا يقل عن 5 دقائق، ان المستحقات في مشكله طبعا، وامير كمان قال انه في جزء اتصرف وفي جزء تاني تم تحدد له ميعاد، لكن في جزء بالفعل لعيبه الزمالك خدوه. نرجع للكومنتات. محمد صلاح بيسال الاستقرار هيجي ازاي؟ طيب رامي شرح الموضوع ده بالظبط. هل اداء الزمالك في الدوري ممكن ياثر عليه في دوري ابطال افريقيا؟ محمد حسين طبعا يا محمد اكيد، بس يعني انا اعتقد ان مجموعه الزمالك هيتاهل منها مازيمبي والزمالك يعني، ومجموعه الاهلي في نفس الوقت برضو النجم والاهلي، الموضوع مش هيبقى فيه صعب صعوبه يعني.
في يوسف علي بيقول ايه رايك في رد فعل احمد سمير؟ يوسف هو لعيب في طلائع الجيش سواء كان لاعب سابق في الزمالك او لا، اغلب لعيبه الدوري دلوقتي كلها كانت اكس زمالك تلعب في الزمالك عشان الزمالك شارع لعيبه كتير، فهو طبيعي جاب جول من حقه يحتفل. في لعيبه تانية بترفض احتفال قدام فرقتها السابقه سواء زمالك او لا، فهو من حقه كل لعيب يعمل اللي هو عايزه يعني طالما في الحدود. فهو جاب جول او ما جابش جول احتفل مع فريقه فرحان، حقه يعني، وفوز مش بيتكرر كتير على الزمالك يعني. في عبدو خالد بيسألك رأيك في أداء أوباما من كذا ماتش، مش النهاردة بس يعني. أوباما الحقيقة لاعب ممتاز يعني، هو صنع ألعاب كويس جدا، بس هو مزاجي شوية يعني. أوباما ينزل ماتش ممكن يديلك إن شاء الله حتى 10 أسيستات، ماتش تاني ما بتبقاش ماشية معاه شوية. هو لاعب ممكن نقول عليه زملكاوي، لاعب زملكاوي قوي، فلكن هو طبعا اكيد عنده احسن. زمالك لما بيبقى توب فورم زي ما كان مع كريستيان جروس بيبقى حاجه عظيمه جدا، بيبقى متحكم اساسي في هجوم الزمالك، لان دايما هجمات الزمالك بتبتدي على الارض من فرجاني ساسي ومن اوباما. يعني الزمالك مفترض ان اهم اتنين لعيبه في هجماته بيبقى فرجاني ساسي واوباما، فاكيد اوباما عنده احسن يعني. ما في عرفات ابراهيم بيقول يا كابتن المشكلة ادارة الزمالك بتقول هنحاسب بالموسم، بعدها ماتش يتقال في المدرب واللعيبة بيلعبوا تحت ضغط وهم عارفين ماتشين او ثلاثة هيمشي. اكيد طبعا يا عرفات انا متفق معاك وقلنا الكلام ده من شوية، انه لازم تدي ضمان للمدرب انه مكمل، لازم اللعيبة كمان تحس ان المدرب ده مكمل مهما حصل عشان يبتدوا يخافوا على مراكزهم، لانه هو لو اللعيب عارف ان المدرب هيمشي كمان ماتشين ثلاثة مش هيقاتل عشان مركزه، كده كده هيجي مدرب جديد وخلاص وهبقى العب معاه ساعتها يعني، فمش هتفرق. طيب خلينا ناخد بقى اخر سؤال. تمام، في عادل رفعت بيسال ايه رايك في اداء طارق حامد؟ طارق حامد يعني طارق حامد الحقيقه اوقات كتيره اداؤه بيتاثر بسوء اداء الزمالك، وده طبيعي يعني علشان ما نبقاش قاسيين في الحكم عليه. يعني النهارده ممكن جمهور الزمالك يبقى مش راضي عن طارق حامد، لكن هل اصلا الزمالك بشكل عام ظهر بشكل كويس؟ اكيد لا. يعني طارق حامد دايما في نص الملعب ومع تقدم فرجاني ساسي لقدام وهن هو يتفرغ لفكرة توريد الكرات لهجوم الزمالك، طارق حامد بيبقى لوحده شايل عبء استخلاص الكرة وبيبقى هو اول خط دفاع للزمالك، فبالتأكيد هو بيتأثر حتى بدنيا لما تبقى على طول الكرة مخطوفة من الزمالك وفي هجمة، الكرة مخطوفة من الزمالك وفي هجمة، فالناس بتبقى قاسية عليه بعض الأحيان، لان الزمالك مش بيلعب باتنين ارتكاز، الزمالك بيلعب بارتكاز واحد. فطارق حامد نادي الزمالك، لكن هو طبعا من اهم لاعبي الوسط الموجودين دلوقتي في مصر. شكرا جدا ليكم على متابعتنا، هارد لك لنادي الزمالك وهارد لك لجمهور نادي الزمالك. شكرا يا رامي. شكرا يا امير، ونشوفكم ان شاء الله في لايف جديد.